دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان الاستعداد لمباراه نهائي كاس مصر اللي هتقام بين فريقي الاهلي وبيراميدز الساعه 9:15 باستاد القاهره الدولي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيزور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة الثقافة مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة لحضور عدد من الفقرات الفنية والمسرحية اللي تم تنظيمها بمسرح المدرسة، وبيشارك فيها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، وده ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين في مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم. النهاردة هيتم استكمال اختبارات شهر إبريل لسنوات النقل بعد توقف الاختبارات امبارح بسبب احتفالات عيد الصعف للإخوة المسيحيين. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة نهائي كأس مصر اللي هتقام ما بين فريق الأهلي وبيراميدز الساعة 9:15 باستاد القاهرة الدولي.